بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر. أين المصليات؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، المصليات مبتدأ مؤخر. أين المساويك؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، المساويك مبتدأ مؤخر. هات المساطير. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، المساطر مفعول به منصوب. خذ الأقلام. خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الأقلام مفعول به منصوب. افتح الأبواب. افتح فعل وفاعل، الأبواب مفعول به. أين الكتب؟ هنا في الخزانة. أين اسم استفهام خبر مقدم، الكتب مبتدأ مؤخر. هنا ظرف مكان متعلق بخبر محذوف. في الخزانة جار ومجرور متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير أين الكتب؟ الكتب كائنة هنا في الخزانة. التلامذة يقرؤون الدرس. التلامذة مبتدأ. يقرؤون فعل مضارع خبر مرفوع، وعلامات رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا. الدرس مفعول به. نحن نلعب بعد الدرس في ساحة الدار. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا. نلعب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن وهو عائد على المبتدا بعد ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف. الدرس مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل نلعب. في ساحة جار ومجرور متعلق بالفعل نلعب. ساحة مضاف مجرور بحرف الجر. الدار مضاف إليه مجرور بالإضافة. العبوا بعد الدرس في ساحة الدار. العبوا فعل أمر مبني على حذف النون أو على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين الاسم والفعل، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب بعد ظرف زمان منصوب وهو مضاف. الدرس مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل العبوا. في ساحة جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل العبوا. ساحة مضاف. الدار مضاف إليه. اشربوا الشاي. اشربوا فعل أمر مبني على الضم أو مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين الاسم والفعل، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الشاي مفعول به منصوب. افحموا الدرس. افحموا فعل أمر والواو فاعل. الدرس مفعول به. هم يفهمون الدرس. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يفهمون فعل مضارع خبر مرفوع، وعلامات رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا. الدرس مفعول به. لما تفتحون الأبواب؟ لي حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما اسم استفهام مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة؟ اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل تفتحون. تفتحون فعل مضارع والواو فاعل. الأبواب مفعول به بالفعل تفتحون. أنتم تحفظون الدرس. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. تحفظون فعل مضارع خبر مرفوع، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو عائد على المبتدا. الدرس مفعول به. نحن نحفظ الدرس. نحن ضمير منفصل مبني على الضم
في محل رفع مبتدع نحفظ فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن وهو عائد على المبتدا الدرس مفعول به هم يقرؤون كثيرا وينامون قليلا هم ضمير منفصل مبتدع يقرؤون فعل مضارع خبر والواو ضمير متصل فاعل وهو عائد على المبتدا كثيرا مفعول مطلق منصوب وهو في الأصل نعت للمفعول المطلق والأصل هم يقرؤون قراءة كثيرا فحذف المنعوت وأنيب عنه نعته ولذلك تقول كثيرا هو نائب مفعول مطلق وحرف عطف ينامون فعل مضارع والواو فاعل قليلا نائب مفعول مطلق التقدير هم يقرؤون قراءة كثيرا وينامون نوما قليلا والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها اقرأ كثيرا اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير اقرأ قراءة كثيرا نخرج من الفصل بعد الدرس نخرج فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن من الفصل جار ومجرور متعلق بالفعل نخرج بعد ظرف زمان منصوب وهو مضاف الدرس مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل نخرج هاتي كتبي هاتي اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت كتبي مضاف مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وياء المتكلم مضاف إليه حفظت دروسي حفظت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل دروسي مفعول به منصوب وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه فهمت دروسك فهمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل دروس مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه التقدير دروسا لك لما تضحكون لما جار مجرور متعلق بالفعل تضحكون تضحكون فعل مضارع والواو فاعل لما تبكون لما جار مجرور متعلق بالفعل تبكون تبكون فعل مضارع والواو فاعل لما تسكتون لما جار مجرور متعلق بالفعل تسكتون تسكتون فعل مضارع والواو ضمير متصل فاعل اقرأوا اقرأوا فعل أمر والواو ضمير متصل فاعل هاتي ذلك القلم هاتي اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ذلك اسم إشارة للبعيد مفعول به منصوب وهو منعوت القلم نعت أين تذهبون أين اسم استفهام ظرف مكان متعلق بالفعل تذهبون تذهبون فعل مضارع والواو ضمير متصل فاعل نحن نقرأ كثيرا نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا نقرأ فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن وهو عائد على المبتدا كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير نحن نقرأ قراءة كثيرا والله أعلم بالصواب.